إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. معلش تحملوني في سلسلة المحاضرات دي لأني عايز رأي حضراتكم. المحاضرات دي عن علاج حديث، كتير من المرضى طلبوه مني، كتير من المرضى بيقروا وبيعرفوا أن في حاجات حديثة، و أنا كنت قررت إن لما يكون في حاجة حديثة ده بيتلاعب بعواطف المرضى، فأنا مش هتكلم. كفاية ما زال الحقن والتردد الحراري والتسليك بالأسطرة وحقن الهاليورونيك والمادة الجيلاتينية ومعاملات النمو وكل الكلام ده علاجات حديثة، ما زالت حديثة، لكن بيظهر حاجات جديدة. فأنا زي ما قلت لكم قبل كده إن أنا ببقى مشفق إنك تقول علاج حديث فالمرضى يفكروا إن هو حاجة يعني وهم نازلة من السماء فيبتدي يستنزف ماديا. علاج حديث يدفع فلوس ممكن يجيب نتيجة أو ما يجيبش نتيجة، زي أي حاجة يعني قضاء ربنا، يبتدي ينهار ونفسيته تنهار، وبعدين يبتدي يشتم ويقول ده علاج نصب، ده علاج سيء، ده، ونعيد من الأول بناء ثقة زي ما حصل بناء للثقة في الحقن والتردد الحراري اللي احنا بنعمله، ونعيد الكرة تاني، نعيد سنوات من المعاناة، معاناة بالنسبة لي طبعا ومعاناة للمرضى نفسيا. علاج حديث وابتدى نفسيا يعني نفسيا اندفع ناحيته، باع هدومه، استلف فلوس، دفع فلوس ما جابش نتيجة، انهار نفسيا، ابتدى يبقى عدائي. ففي الحالة دي حبقى أنا كطبيب خسران والمريض خسران، كل الناس خسران. فبلاها علاجات جديدة، بلاها نتكلم عن علاجات جديدة، بلاها طب أنت كده يا دكتور مش مثلا مش غلطان ناحية المرضى، ما احنا في مجتمع تبقى غلطان ناحية المرضى لو قدمت له حاجة جديدة وما جابش نتيجة، أنت كده غلطان، هيشوفوك شخص سيء. لكن لو ما قدمتش حاجة خالص حد غيري يقدمها، أنا ما عنديش مشكلة، لكن برضو الواحد بيتعرض لضغط نفسي من بعض المرضى. فأنا هعرض عليكم العلاج الحديث وحنقول كل الملابسات بتاعته عشان تبقوا فاهمينها، وانتوا اللي تقولوا لي يا دكتور هات الجهاز الحديث، هات العلاج الحديث، وهات أي علاج حديث تاني، أي حاجة تلاقيها قدامك هاتها لنا، وإحنا ناس بتفهم وحنجرب، واللي ربنا يريد له الشفاء يريد له الشفاء، واللي ربنا ما يريدلوش الشفاء إحنا مش هنشتم ونسب ونلعن ونبيع هدومنا ونعمل الحاجات دي. او ان حضراتكم بعد ما انا اشرح تقولوا لي لا يا دكتور مش عايزين اي حاجة جديدة، معناش فلوس ندفعها، ما عندناش نفس نجرب، حالتنا النفسية لا تسمح بان احنا نجرب اي حاجة جديدة، ما عندناش فلوس كمان نجرب اي حاجة جديدة. انا مستني رأيكم بمنتهى الحيادية، فساعدوني، بلاش نبخل بالانترنت وبلاش نبخل بفلوس الباقة، معلش سامحوني، علشان نوصل لحاجة تفيد حضراتكم. ما بقاش أنا مقصر إن أنا ما بجيبش علاجات حديثة وبقى أنا راجل بقى عايش في الزمن المتأخر كطبيب ما بيقدمش للمرضى بتوعه كل حديث، رغم إن إحنا عارفين كل جديد يعني، أو الحمد لله رب العالمين، لكن المجتمع بتاعنا لا يسمح بهذا نفسيا وماديا واقتصاديا. فأنا في الآخر حرمي الكرة في ملعبكم، هشرح كل حاجة بالتفصيل، وانتوا اللي هتقولوا لي لا هات يا دكتور العلاج الحديث وربنا الشافي احنا ناس بنفهم، او تقولوا لي لا احنا مش هنتحمل، لا مش هنفهم منك حاجه تاني، ما تشتريش حاجه جديده، ما تعملش حاجه جديده، ما تقدم لناش حاجه جديده. تمام الكلام ده بقى بعد ارجوكم ما تشوف الثلاث اربع محاضرات، انا ما اعرفش الكلام هيخلص في محاضره او في اتنين او في ثلاثه، لان الفيسبوك واليوتيوب بقوا بيحددوا فترة المحاضرة 5 دقايق، يا إما كده يا إما يبتدي يعني أنا أنشرها وإنت ما تسمعهاش، أو أنا أنشرها وهو يقولك لا أنا مش قابل حاجة زي كده. فأرجوكوا المحاضرة هتتقسم على كذا على كذا مقطع، أرجوكوا شوفوهم لوجه الله لمصلحتكم أنتوا قبل ما يكون لمصلحتي أنا، وفي الآخر قولولي يا دكتور هات العلاج الحديث ده وما يتبعه من علاجات. تمام العلاج الحديث اللي أنا بتكلم عنه هو التردد الحراري الخارجي. تمام ما هو التردد الحراري الخارجي بقى؟ أرجوكوا تابعوني في المحاضرات عموما ورا بعض بقى.